وسلم. التصوف، التصوف كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من المعاني التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أضرب لك مثلا بسيطا، وهو علم اللغة العربية، هذا النحو والصرف، النحو الذي فيه الفاعل والمفعول والصفة والموصوف، وكان واسمها، وإن واسمها، وخبر كان واسم كان، علم من العلوم. هل كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل كانت هناك أجرومية أو كان هناك الألفية في زمن الصحابة؟ لا. ابن عباس كان إمام في اللغة العربية، هل كان يدرس الشواهد ويدرس الألفية وشروح الألفية؟ ما كان. والمعلقات والمعلقات ما كان يعني العلم هذا موجود. نعم. لكن كان موجود بالفطرة، كان موجودا بالفطرة. علم الأصول الذي نقرأه اليوم في المدارس وفي المعاهد، أصول الفقه، هذا أصل وهذا فرع وهذا واجب وهذا مندوب وهذا حرام وهذا مكروه وهذا يجوز وهذا ما لا يجوز وهذا الأمر وهذا النهي، الأصول كعلم من العلوم، هل كان يعرفه الإمام مالك بهذه الصورة؟ هل كان يعرفه الإمام أبو حنيفة بهذه الصورة؟ نعم، هم يحسونه ويعرفونه ويعرفون قواعده وأصوله ويتعاملون مع النصوص بها بواسطته، لكنها كفطرة. فلما اختلطت العلوم والمعارف، احتاج الأمر إلى تحرير وإلى تنظيم هذا العلم، فظهر علم الأصول، فكان أول من وضعه في الكتب وجعل أصوله ورتبها ونظمها وأسسها هو الإمام الشافعي. ولذلك يقول الشيخ السيد عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي في كتابه مراقي السعود: أول من صنفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، يعني الأصول، والنحو كذلك. لكن هذه المعارف وهذه العلوم كانت موجودة في نفوس الصحابة والتابعين ومن كان في ذلك العهد، ليست موجودة كعلم بقواعده ومبادئه وأوراقه ودرجاته وكتبه ومنظوماته، وإنما موجود كممارسة. وهكذا التصوف، الصحابة كانوا يمارسون التصوف، الزهد، الورع، الجهاد، التضحية، المحبة، الإخلاص، الصدق، الكرم، الإيثار، هو هذا التصوف.